السلام عليكم على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا إن شاء الله. النهاردة قبل ما نبدأ حلقتنا اسمحوا لي أن أنا أبارك للنادي الأهلي وأقول لهم ألف ألف مبروك بعد تأهله لنصف نهائي الكاس مصر بعد الفوز على بيراميدز 2-1، ودايما الأهلي مفرحنا يا رب. تحية لحضراتكم، والنهاردة هنبدأ في حلقات العيد. النهاردة هنعمل وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم، سريعة وبسيطة، وخلينا نخلي التقيل لبكرة زي ما بيقولوا. هنعمل بكرة برضو حلقة مميزة إن شاء الله، يكون فيها الكوارع لكل محبي الكوارع. هنعمل فتة كوارع رائعة من أول ما بنغسلها لحد ما بتطلع طبق فتة بالكوارع، رائع إن شاء الله. النهاردة هنعمل كبدة، هنعمل كبدة بما أننا يعني الناس اللي بتضحي وبتعمل الأضحية بتاعتها، فبيبقى دايما أول حاجة بتبقى الكبدة والكلاوي والقلوب. خلينا نعملها كده في ورقة لطيفة بشوية توابل جميلة، تطلع ورقة كده في الفرن حلوة، أو عايزين تشوحوها في الجريل اللي يعجب حضراتكم. هنقول على المقادير ونبدأ فيها، نقول بسم الله ونشوف باقي الوصفات معنا النهاردة. حلقة جميلة إن شاء الله. طيب أول حاجة ورقة الكبدة، عندي كبدة شرايح أنا حاطة معايا في قلوب وفي كمان كلاوي. عندي فلفل ألوان متقطع شرايح، وعندي فلفل حار مفروم، ولو مش عايزين حار ممكن يبقى فلفل رومي مفيش مشكلة، بس الحار مهم لأنه بيدي طعم، وهقول لكم يعني ما يبقاش حار قوي إزاي وإحنا بنحطه. عندي بصلة متقطعة برضو شرايح جوليان، وعندي نص كوباية من عصير الليمون، عندي معلقة خل، عندي ربع كوباية من دبس الرمان، معلقة كبيرة من الكزبرة الجافة، عندي كمون وبهارات اللي هي السبع بهارات، عود قرفة، فص مستيكة، حبهان باودر، رشة سكر وملح وفلفل. الكبدة طالما هي فريش ولسه حالا جاية طازة ما بتتغسلش، عشان بس نبقى ايه يعني مع بعض في وجهة النظر دي سوا ان شاء الله. الكبدة مش بنغسلها طالما هي لسه يعني فريش ولسه دلوقتي حالا متقطعة وتمام. طيب الحالة الوحيدة اللي لما بنحاول نعمل الموضوع ده لما بتكون عندي في الفريزر مثلا، وببدأ أديها عصير ليمون وأسيبها فيه شوية عشان إن أنا يعني أتخلص من أي حاجة فيها من خلال التتليج في الفريزر. طبعا الكبدة ليها فوائد كتير احنا عارفين، لأن هي أصلا أكتر حاجة بتقوي الجهاز المناعي في الجسم، وفيها نسبة حديد كويسة جدا، وبتحد من أمراض كتير جدا لصحة الجلد كمان، يمكن دي حاجات احنا ما نعرفهاش. كمان هي حاجة سبحان الله بتسرع في التئام الجروح، يعني هي من الحاجات المفيدة، مفيدة جدا لصحة الدم. مشاكل الأنيميا كلها عند الكبار والصغيرين والحوامل بتحافظ، تخيلوا على العين، ليها فوائد حلوة لصحة العين. بتدي كمان شعور للسعادة اللي بياكلوا الكبدة، في ناس يعني بتعصر على الكبدة دي وهي لسه مدبوحة حالا الليمون وبياكلوها. هي من الأطعمة بجد كويسة وهامة جدا لمشاكل الأعصاب كمان. تلاقينا كده لما يبقى في مشاكل في الأعصاب الدكتور يقول ايه يعني ناكل الكبدة مع الحاجات اللي بتعزز الأعصاب، فيتامين بي أو مجموعة بي 12، بي يعني بي كومبلكس اللي هو بي 6 وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها. فالنهاردة احنا هنعمل حاجة إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. أنا عندي هنا بالكبدة هاخد كده رشة واحدة بس من زيت الزيتون، معلقة واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل فيها البصل ياخد تشويحة بسيطة قوي، والفلفل الألوان، وهاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم تقليبة كده حلوة. أنا كل ده مش عايزة أسويه على النار، لكن عايزة أديله صدمة بس. وطبعا الخضار ده بيتاكل معاها بيبقى جميل، سواء في العيش او في مع رز ابيض مثلا، او بتتغمس براحتكم تتحط في ارغفه كده بتبقى جميله قوي، تتاكل في العيش البلدي مع شويه طحينه بتبقى رائعه. عندي رشه بسيطه كده من الملح، رشه بسيطه كده من الفلفل، وهاجي هنا عندي للكبده بسم الله هحط الكبد والقلوب هنا، وانا يا دوب هقلب تقليبه كده حاجه بسيطه كده، وعندي الفرن جاهز بس تشم النار شويه
مش كتير عشان انا مش عايزاها ريحتها بدات تطلع. هاخد شويه عصير الليمون، كده، وهبدا في التوابل بتاعتي اللي احنا اتفقنا عليها. اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، وممكن عود القرفة ده انا احطه مع ورقة دي رشة كده بسيطة من الحبهان مش كتير. هاخد عود قرفة، الفلفل لو مش عايزين نحس ان هو حامي قوي، لو يعني عايزين نحطه يدي بس طعم وريحة، هعمل كده ثلاث فتحات كده فيه وهحطه زي ما هو. لو انا قطعته هيفضل حار. طب لو اتخلصت بالنسبة شوية من البذور اللي جواه هبقى اتخلصت في جزء من الحرارة اللي جواه، لكن هيفضل فيه نسبة الحر. طيب هاجي هنا هقلب كده تقليبة بسيطة كده. آخر حاجة هحطها، بس دي بقى في الورقة لما هعملها دلوقتي في البايركس، هي شوية دبس الايه الرمان. ممكن لو مش عايزين تضيفوه ما تضيفوهوش، مش هتحتاجوا، هيبقى طعمها حلو من غير برضو، بس هو بيضفي كده لمسة جميلة وطعم جميل. او ممكن بديل ليه لو مش موجود نحط مثلا معلقتين صويا صوص، بتبقى رائعه كده. عود القرفه هاخد كده الباقي مع الورقه. هعمل كالاتي، اقلب كده تقليبه سريعه، وهاخد رشه بسيطه للملح تاني ورشة بسيطة للفلفل. احنا تبينا الخضار، فبالطبيعي طالما اضفنا الكبدة هنحط شوية من التوابل دي، مع طبعا البهارات السبع بهارات، مع عود قرفة، مع الايه الحاجات الجميلة اللي احنا حطيناها. تعالوا بقى كده، هاخد هنا كده، هتبدأ تنزل المية بتاعتها، انا عايزاها تنزلها وهي في الورقة بتاعتي في الفرن. فهاخد كده بايركس، بسم الله الرحمن الرحيم، وهعمل كالاتي. ورقة الفويل الأول، كده بسم الله. وبعدين ورقة الزبدة، عشان تبقى هي اللي ملامسة للكبد. وهاجي كده بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد ورقة الكبدة بالخضار ده كله. حاضر، شايفين ازاي؟ وهاخد بقية اخر معلقة بس من الدبس الرمان، هما معلقتين مفيش اكتر من كده، وهقفل الورقة دي بصوا بقى، هعملها كده. لو انا عملت الورقه دي مثلا قفلتها خالص كلها هتستوي، تبقى كانها كبده مطبوخه، يعني البخار كتير جواها مكتوم قوي، فتبقى مش تحسوها كده ايه زي المشويه في الفرن وناشفه السوائل بتاعتها. فلازم اسيب فيها كده شويه مسافة كده علشان تطلع ايه يعني سواها حلوة، مش هتاخد وقت كتير، هنسيبها حوالي 12 دقيقة ربع ساعة ولا حاجة، تظبط كده في الفرن. الفرن 180 على الشبكة في النص، هندخلها سوا. بسم الله الرحمن الرحيم كده، اوكي كده، ما هو ايه
تمام، يلا بينا هندخلها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنسيبها شويه كده العشر دقايق ربع ساعه، وتطلع ان شاء الله تبقى تتاكل بالف هنا وشفاء. هنقفل بقى، ودلوقتي هنشيل بقى الجريل ده ونستعد ليه. برضو احد الوصفات الجميله جدا، عايزين نقدم الكبده دي، ممكن نقدم معاها مثلا رز لطيف. عرفوني بس احنا وقتنا قد ايه عشان ابقى عارفه. طيب هنبدا في وصفه، هنعمل رز بالخلطه. الرز ده من انواع الرز الحلوه جدا المحببه يعني. تعالوا كده نبدا ننزل مقادير ونعمله مع بعض. طيب عندي الرز الخلط، نزل المقادير. طبعا انا الاستخدام فيه هو رز مصري، لكن انا هستخدم فيه رز بسمتي ذهبي، فما فيش مشكله خالص. ونبدا نقول المقادير مع بعض. يلا بينا نزلوا لي المقادير. هننزل حوالي مثلا عندي الاول، لا ده الممبار يا اولاد، انا عايزه الرز بالخلطه. عندنا كده حوالي 3 كوبايات من الرز. عندي بصلة مفرومة، وعندي كمان ثوم مفروم، عندي معلقة صغيرة من الصلصة، ولتر من المرق، وعندي 3 معالق كبار من السكر، وعندي معلقتين كبار من الزبدة، وعندي معلقتين صغيرين من القرفة، ورشة قرنفل مطحون، وكمان حبهان مطحون، ورشة جوز الطيب، وفي بهارات ولوز أو زبيب أو بندق زي ما يتواجد عند حضراتكم من المكسرات، مفيش أي مشكلة خالص. طيب احنا بقى هناخد كده اول حاجه هاخد البصل، وهاخد الزبده، وهاخد الرز السكر اسف، وهروح هنا عايزه اسخن الاول الحله هنا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز ده كمان من انواع الرز الحلوه اللي بتتعمل في المناسبات، بتبقى جميله جدا ومحبب لناس كتير قوي. طيب هنسخن بقى هنا كويس. بسم الله. اوكي تمام. وهاخد زيت عادي نباتي، انا هحط معلقه زيت بس مع الزبده. في الاول قبل ما نحط الزيت عايزه احرق السكر، فالسكر ده بكرمله الاول وبعدين بضيف الزبده عشان يدوب كويس. بس لازم اسخن الحله كويس، تسخن بس شويه حلوين علشان لما احطه ما يقعدش يتكتل ويعمل بلورات كده من السكر. فلازم تبقى الطاسه او الحله اللي هعمل فيها يكون فيها السكر يدوب على طول كده. كده نعمل كده، نبقى دي هنا كده شويه ونخلي دي هنا تمام، ونبدا بقى نضيف السكر. عندي كده 3 معالق سكر او معلقتين، ممكن اضيف من هنا واحده كمان، يبقوا 3 معالق او معلقتين كبار زي ما انتوا عايزين. وهبدا بقى اشوفهم يتكرملوا. بسم الله الرحمن الرحيم. لما يبقى كراميل يذاب تماما هبدا اضيف الاول الزيت، وبعدين اشوح معاه البصل فياخدوا من طعم بعض. البصله دي لما بتتبل كويس بتبقى جوه طعم الاكل قوي. كمان مع الثوم، هاخد الثوم كمان جنبي، وعندي الصلصه، دول مهمين. انا النهارده هدلعه بما اننا عاملينه في العيد، فهعمله برز بسمتي، لكن حضراتكم تقدروا تعملوه برز مصري عادي جدا، مفيش حاجه، هو اصلا بيتعمل بالرز المصري. معانا احمد على التليفون، اهلا وسهلا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فندم الحمد لله يا فندم، ربنا يبارك فيك. اهلا مع حضرتك احمد. يا اهلا بحضرتك، مع حضرتك احمد الدبيكي. اهلا يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ حضرتك من اصدقاء الصفحه والبرنامج. يا اهلا طبعا، والله ده اصدقاء واخوات كمان والله يعني. يا رب يبارك فيك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. اخبار حضرتك يا الحمد لله بخير. كل سنه وحضرتك طيبه يا رب، والاولاد والاسره كلها بخير يا رب. الله يخليك بخير، ربنا يبارك في عمرك يا رب. والله انا يعني انا ببقى مبسوط جدا لما بشوف حضرتك او اسمع صوت حضرتك، يعني بتبشر يعني فيكوا كده يعني. الله يخليك يا فندم، ربنا يبارك فيك، والله ده كلام جميل والله، شكرا لحضرتك جدا. ربنا يبارك فيك. قول لنا لو ليك اي طلب يا استاذ احمد. يعني اولا انا متصل طبعا علشان طبعا اسلم على حضرتك الاول طبعا. تسلم. بس ادعي لنا بقى دعوات، يعني عندي ابني في الثانويه العامه وبنت اخويا، ادعوا لنا بقى ان ربنا ينجحهم ان شاء الله. ان شاء الله من الاوائل باذن الله، بفضل الله والايام المفترجه ليهم والكل اللي بيتعبوا دلوقتي وبيمتحنوا حبايبي ان شاء الله.
ربنا يفرح يا قلوبكم رب بيهم والله. يا استاذ يعني احمد، هما بصراحة يعني يا رب والله. ربنا يفرحكم بيهم يا رب. تسلم لي يا استاذ احمد، شكرا لحضرتك وشكرا لاتصالك وميرسي على الكلام الغالي ده بجد والله. ربنا يجعل دعواتنا سبب ليكم بالنجاح والتوفيق يا رب. انا بصوا بقى، بدأ السكر الاول يسيح ازاي. طبعا لو كانت الحله سخنه قوي قوي كانت على طول هيسيح في ثانيه، بس لازم انا اسيحه كويس كده، ودي اول مرحله. طبعا هو من انواع الرز الجميله جدا، بتعمل في المناسبات كتير قوي، يعني من انواع الرز اللي دايما ايه بنلاقيه دايما في اي مناسبه خاصه بقى، مش بنقول ايه مناسبه معينه بعينها، ولكن اكتر اغلب المناسبات لما بنيجي نعمل نوعيه رز بيبقى دايما يا برياني يا اما الرز اللي بالايه بالخلطه او بالكراميل بنحرق له السكر، ده بيبقى جميل قوي لمحبيه الحقيقه. هبدا بقى ادوب كده شويه الحلوين دول هنا يدوبوا كويس، وبعدين خلي بقى الملح هنا جنبي والبصل، لو عندنا بقى باقي مرق موجود او ممكن بميه سخنه، خليني برضو اسخن ميه، انا عندي مرق، بس طبعا لو في مرق عند حضراتكم هيبقى طعم احلى، لانه لازم حاجه توازن الحلاوه. يعني انا ساعات بكسر بايه، اقول لو اللون خفيف انا ليه بعمل ده، بتدي لون حلو وبتدي طعم. طب انا اوازن السكر، نسبه السكر اللي حطيتها في الرز دي بايه، بحاجه لازم حادقه، يعني اما نسبه الملح او المرق او يعني مكعبات المرق، او ان انا احط مثلا معلقه صويا صوص معاه مثلا. يعني بصوا بقى بدات خلاص اهي تسيح كويس، هاخد كده البصل يبدا ياخد من الكراميل ده، بصوا، وهبدا اضيف الزبده كده، كل الريحة تقريبا بقى حلوة كده. لا وهناخد رشة برضو ملح على شوية البصل الحلوين دول، ورشة من الفلفل، وهناخد كمان الثوم. ومعانا إسراء، أهلا وسهلا، ازيك يا اسراء؟ الحمد لله يا رب دايما بخير حبيبتي، اتفضلي. عايزه اشكرك على الوصفات الجميله اللي حضرتك بتعمليها. حبيبه قلبي تسلمي يا اسراء، كلك ذوق والله حبيبتي. لو ليكي اي طلب قولي يا اسراء. عايزه طريقه عمل البسبوسه. البسبوسه حاضر يا حبيبه قلبي، من عيوني الاثنين، عينيا الاثنين. شكرا ليكي يا اسراء، وميرسي يعني مداخلتك الجميله دي حبيبتي ومتابعتك كمان. بصوا بشوح هوا كده حبه حلوين. حاضر، بدا بصوا بقى اللي هنا كان ماسك هيدوب، ولسه لما نحط المرق كمان الدنيا هتظبط. الريحة روعة، بحب أحط في المرحلة دي بقى شوية قرفة، وبشوح شوية زبيب، وبخلي شوية تانيين للجرنش. أنا بصراحة مش بحب الزبيب قوي، يبقى اللي بحطه في مية كتير لما يتنفخ قوي، هو ده دايما شغل المطاعم إنه لازم يحط الزبيب في مية مغلية لما ينفش ويبقى كبير قوي كده، وبعدين يبدأ يحمره في زبدة هو والإيه والمكسرات. أنا الحقيقة مش بحب أشوح الزبيب مع الوصفه نفسها، وبيكتفي بنسبه المرق اللي بيبقى فيها، فبيتنفخ بشكل كويس يبقى مقبول يعني. فتعالوا بقى ايه ناخد كده شويه القرفه دول نحط هنا كده عشان يتحمصوا فيدوا ريحه قويه بقى للوصفه الحلوه دي، انه اساسه القرفه. ومعانا شهد، يا شهد، مع معلقه الصلصه. اهلا وسهلا بيكي يا شهد. الو. ايوه يا شهد انا سامعاك حبيبتي. الحمد لله، يروح قلبي. ازيك انت؟ انا عاوز اعرف طريقه الكيكه الاسفنجيه. من عيوني. طريقه الكيكه الاسفنجيه هنزلها لك حالا يا شهد، حاضر، من عينيا. عينيا ليكي يا شهد. انا بحب حضرتك جدا يا حبيبتي، ربنا يسعد قلبك يا شهد. ميرسي ميرسي يا جميله والله، شكرا ليكي. نقلب بقى تقليبه حلوه كده، حطيت معلقه الصلصه، وبعدين
انا معلش حطيت القرفة في الاول عشان هي من الحاجات القوية، وبعدين هحط الزبيب شوية كده، وهاخد الرز الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل كده. انا هقلب تقليبه، انا ممكن اقلب التقليبه دي واستسمح حضراتكم في استراحه صغيره ونرجع بعد الاستراحه، مش هعمل اي حاجه لما ترجعوا لي بالسلامه ونستكمل وصفتنا. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. هنبدا دلوقتي، انا اخدته تحميصه حلوه كده بعد ما ضفنا الزبيب والقرفه والحاجات. بصوا بقى لونه بقى حلو ازاي. صلصه حطيتها برده معلقه صغيره. الروايح بقت رائعه، يا دوب بس رشه كده بس بسيطه من الحبهان. سبع بهارات، يعني ايه التوابل الحلوه بتاعته، وحطيت رشه من القرنفل البسيطه، ودي على حسب الرغبه، مش عايزين ما تحطوهاش، بس طبعا بتدي لمسه جميله جدا. وهبدا بقى دلوقتي خلاص هنسقي بسم الله بالمرق. ومعانا شهد الكيك الاسفنجيه، هتنزل لك حبيبتي على الشاشه، نزلت اهي فيها، او صوريها يا حبيبه قلبي علشان تعمليها. وهي عموما من الحاجات السهله، هي كوبايتين دقيق، كوبايه ونص سكر، معلقتين من بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصودا، نص معلقه ملح، وفي كوبايه وربع من الحليب، كوبايه لربع من الزبده، معلقه صغيره من الفانيليا، وثلاث بيضات. انا بفصل الصفار عن البياض، وبضرب البياض الاول، واخر حاجه بضيفها عليه عشان تدي فوليوم بعد ما بحط الخليط كله مع بعضه. طبعا في حاجه اسمها جل كده، الجل ده بيتحط مع السبونج كيك او مع مكونات الكيك الاسفنجيه، دايما بيتحط كل حاجه فوق بعض، وبيبقى المحسن ده هو، او الجل المحسن ده بيبقى هو اللي بيخلي الخليط مظبوط جدا. فده بيتباع في مستلزمات الحلواني، تقدري تجيبيه علبه صغيره كده ولطيف، تاخدي معلقه صغيره بس على المعيار. هزود بس شويه من الميه السخنه، بسم الله اهو. ومعانا كمان اسراء، هنزل لك البسبوسه، الهواء نزلت معانا على الشاشه. عندي كوبايه وربع من دقيق البسبوسه، نص كوبايه من السمن، معلقه من عسل النحل او الشربات التقيل، نص كوبايه سكر، نص كوبايه من الزبادي، جوز هند ناعم، معلقه كبيره، ومعلقه بيكنج باودر. طبعا الشربات لازم يكون شربات سخن، بسبوسه سخنه وشربات سخن، ما بتتقلبش كتير يا اسراء. يا دوب بنلم المقادير مع بعض، والمكونات السائله بتتخلط مع بعض، المكونات الجافه فوق بعض، وبعدين بتضيفيها وتقلبي، يا دوب تلميها، الصينيه بتتمسح بمسحه سمنه، وبعدين تحط وتتخبط كده وتدخل الفرن حراره 200، وبعدين بتتهدى شويه لما تبقى محروف من الجوانب تحمر، تاخدي الوش تحت الشوايه، بتطلع يكون السيرب بتاعها اتعمل على النار على طول، تروحي ساقياها بيه وتغطيها شويه. بصوا بدا الميه تغلي، كل كوبايه من الرز البسمتي الجاف عليها كوبايه ونص من الميه او المرق الساخن جدا. اول ما يبدا بقى يعمل كده بهدي النار واسيبه يتشرب كويس. لو انا عاملاه برز مصري يبقى كوبايه لكوبايه ميه سخنه مغليه، او كوبايه مرق مغلي، على حسب حضراتكم هتستخدموا اي نوع من الرز. طيب دلوقتي بقى هنعمل وصفه لطيفه برده من الوصفات المحببه جدا، وهي الممبار. الممبار برده ليه ناس بتحبه جدا، وهو من الوصفات اللي بتبقى ساعات في ناس بتستصعبها، يمكن عشان تنظيفه، يمكن علشان الحشو بتاعه. هنتكلم عن كل حاجاته دلوقتي خالص مع بعض. بسم الله. اولا عشان اجهز ان انا اسلق الممبار، انا هتكلم على غسيله، بس خلينا نحط الاول البوكيه جارنيه بتاعه يتسلق علشان ايه، ابقى ضامنه ان الميه غليت وتمام. بسم الله، تعالوا ننزل مقادير الممبار ونشوف مع بعض كده هنحتاج ايه فيه. عندي الميه بتاعه السلق لازم تكون منكهه وحلوه، يعني اما اسلقه يديني ريحه حلوه علشان يطلع الممبار جميل. انا هحط فيه بصلايه، وهحط جزر، وعندي كرفس، وعندي ورق لورا، وهنا كمان عندي كام فص من المستكة هحطهم كده يدوني طعم حلو.
وممكن احط شويه بس كده، نقطه، معلقه واحده من الطماطم المبشوره بس، وهحط رشه ملح وفلفل وايه، وهسيب الميه دي الاول او البوكي جارنيه اللي انا حطيته ده عشان يتسلق شويه، يعني يغلي غلوه كده يديني طعم الخضار جوه الميه دي. طيب الممبار طبيعي لما بنجيبه بيبقى فيه فضلات، احنا عارفين ده الامعاء الدقيقه، طبعا لازم يتنضف كويس. الحاجه الوحيده اللي تخليني ارميه اذا لا قدر الله لقيت فيه دوده، الدوده دي لازم يعني خلاص مش استحاله ان انا هيتاكل. فاحنا لما بنجيب الممبار اولا بنتخلص الاول من الفضلات، وبعدين لازم تحت الحنفيه بيتقلب اكتر من قلبه، يعني انا هوريكم دلوقتي شكله، خليني بس اقلع الجلافز ده عشان اغيره. لما يوصل انه يبقى لونه ابيض تماما زي اللون اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. في ناس بتعمله بسبونج كده بتبقى ناشفه شويه وتبدا ايه تمشيها، وفي ناس تعمله بظهر السكينه على خفيف لحد ما تشيل اللون او اللي بيبقى لونه غريب شويه كده، بيبقاش يعني بكاسر درجه البياض اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي دي، فده لازم يتقلب اكتر من مره عشان يبقى من جوه زي بره بالظبط. اهو شايفين بيبقى ابيض ازاي، باخد الفتحه دي كده اللي هي من فوق بسم الله، وبقلبها كده في الـ في الـ في الحنفيه، فالحنفيه ما بتنزل تنزل بقى كل ده لتحت يملى ميه للاخر، افضل انزل فيه اشطفه كويس جدا. ما ينفعش ننقعه في خل، يتحط في عصير ليمون، لكن الخل يكششه يعني يكش وما يعرفوش تحشوه، دي اول حاجه. فلازم امسك حاجه اعمل كده، اغسل الاول وانضف كويس كويس، وبعدين اقلبه من جوه بالطريقه اللي وريتها لحضراتكم، ان احنا نجيب دي الفتحه دي تتحط فيه بوز الحنفيه كده او اي حاجه احنا سواء اي حاجه عندنا او دوش تتحط، وهتقلبه تاني كله 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 للاخر، الاقي الميه دايره جواه تماما زي الخرطوم كده لونها ابيض خلاص. يتنقع شويه ممكن بشويه ملح وشويه عصير ليمون لحد ما يتنضف تماما، وبعدين خلاص بيطلع الميه شايفين بيضه وهو لونه ابيض زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدا في مرحله جديده هي ان انا عايزه احشيه. عندنا حلين لتخزين الممبار، لو انا مش عايزه احشيه دلوقتي وانا خلاص عايزه يعني ابقى نضفته بس وشلته عندي، هشيله زي ما هو في كميه الميه دي، زي ما هو بالبوله دي هطلقهم في كيس ثلاجه وهقفله كويس قوي اقعدها كويس وهخزنه جوه ميته عشان افضل محتفظه بالممبار لفتره طويله جدا. طيب لو انا الطريقه الثانيه هي ايه؟ هي ان انا احشيه واسلقه واشيله مسلوق في الفريزر على التحمير، دي طريقه اخرى للممبار اللي بيتعمل. طيب نبدا بقى نقول مع بعض كده الوصفات بتاعتنا او وصفه الممبار كحشو ممبار. نحط فيه ايه؟ فيه نوعين، في ناس بتحب تحشي لحمه او تحط جزء من اللحمه المفرومه مع حشو الرز، في ناس تحب تحشي رز زينا التقليدي بتاعنا، لان الممبار اللي بيبقى الصغير الرفيع اللي بيبقى بتحشي لحمه بيبقى رفيع قوي ما بيبقاش الضاني يعني اغلب الوقت. الممبار اللي الناس يعني خلوا بالكم كمان مهم جدا، على فكره الممبار ده الناس اللي ما تعرفش عنه ان هو فيه فيتامين بي 12، عايزه اقول لكم ده مهم للبشره وللشعر والعين والكبد وجهاز المناعه كل حاجه، يعني من الحاجات الحلوه وفي ناس بتستخدمه كتير وليه اكتر من اسم في اكتر من دوله ومهم يعني بيحشوه حشوات متعدده. تعالوا بقى نجيب بوله كده ونبدا ننزل المقادير بتاعته. انا هحط فيه اهم حاجه فيه الخضره، انا بحط فيه نعناع كمان فريش الحقيقه يعني بيديله طعم كده جميل وحلو. البهارات بتاعته ما بتبقاش كتيره تبقى بسيطه. تعالوا كده ننزل الحشوه بتاعت الممبار. عندي طبعا رز وعندي الشبت والبقدونس والكزبره ونعناع كمان، وانا هعمله ني في ني كده بزيت الزيتون حشوه كده جميله مع البصل، حط فصين ثوم برده ما يضرش. تعالوا كده نقول بسم الله، هناخد كده البصل، هم حاطين ملح وفلفل، هحط كمان شويه انا رشه ملح رشه فلفل، وهاخد كده الثوم، وعندي كمان هاخد الرز هاخد النعناع، خليني احط الطماطميه دي هنا مع البوكي جرني واحدتين كده حلوين تدي طعم حلو.
وهاخد الخضرة. الخضرة دي أجمل حاجة تستخدموها بالنسبة للممبار كده. وهاخد شوية من النعناع ده، خليني أفرمهم هنا. علشان لو أنا فرمته قبل هيسود مش هيبقى حلو، عايزينه يبقى فريش كده. حلوين ريحته تجنن. نعناع الفريش ده جميل، اللي عايز يحط كمان نعناع مجفف ماشي، بس انا بحب الفريش قوي. زي ما عملنا في المحشي كان طالع روعه. هنشيل كده وهبدا اخد شويه التوابل الحلوه. هنحط بقى الرز، كده وهنقلب. وهاخد الطماطمية المبشورة ومعلقة الصلصة. والتوابل. رشة شطة دي اختياري، بيحلى بيها ساعات كتير، ولكن اللي مش عايز بلاش. خليني احط من هنا شوية من السبع بهارات. هنقلب تقليبة وهاخد كده زيت الزيتون. بسم الله شوية حلوين. هنقلب تقليبة حلوة كده. الريحة طبعا جميلة جدا. في ناس كانت تعمل المحشي وتحط خلطة المحشي مع الممبار، بس طبعا هو يمشي الحال، لانه لو هي قريبه يعني من اللي احنا بنعمله دلوقتي. بصوا خلطه رائعه، ريحتها تحفه. هنبدا بقى ناخد الممبار ونبدا نحشي بيه. ما بنقصش الممبار ابدا ابدا في الاول، يعني بعمل اجزاء كبيره، بس قبل السلق لازم اقص الحجم اللي انا عاوزاه، لانه بعد السلق هيفرفط رز ومش هيبقى كويس. الميزه هوريكم، لما انا بقص بتطلع بتقفل من الجنبين في الميه السخنه او في البوكي جارني، فبيبقى المنباره محكومه. وهجيب طبق كده اوريه حضراتكم لما هحشي عليه. خليني اخد طبق من الصغيرين. بص بص على الكبده عشان ما ننساهاش. كبده تمام. الكبده روعه. بصوا بصوا الجمال. بصوا الكبده، واو شايفين الجمال ما شاء الله. طيب هبدا بقى اخد كده الممبار. ممكن اودي بقى الكبده دي هناك في طبق التقزيم هنا. احطها في طبق كده. بسم الله ونقدمها. واو. وهنشيل بقى ده. اوكي يلا بينا. هاخد كده الممبار وهسيب هنا البوكي جارني، ازود بس النار يغلي. وهنا الرز بصوا بدأ يتشرب، هوريكم بالشوكة بس ايه هنشوف تاني. بسم الله نقلب تقليبة كده. شايفين اهو. هنقفل.
نيجي بقى للممبار، هاخد كده انا وانا هبدا بدي مثلا، هقص كده حته، خد المقص مثلا، هفترض ان دي جزء انا هبدا احشيه، هاخد كده. طبعا في ناس ممكن تحشي بالقمع، في ناس ممكن تحشي كده بالايد، على اعتبار ان هو يعني ايه مش صعب. اهو بحط كده بصباعيني دول، بحشي جوه كده كده اهو زي ما حضراتكم شايفين، بمسك كده واحشي. ده في حاله لو ما فيش قمع، طبعا لو في قمع الموضوع هيبقى اسهل. لازم ابطط كده شويه، ما ينفعش ان انا واجي من الناحيه الثانيه اسيبها فيها كم الرز كانها مستويه، لا الرز لازم وهو ني يكون متبطط علشان هو هينفش تاني جوه اهو، وهاخد كده هينفش جوه، فهيبقى الدنيا لو انا سبته هيفرقع. طيب كمان اضمن ايه عشان ما يفرقعش؟ اشكه كده بالتوسبيك ولا حاجه، لو عندي خله سنان اشكشكه كده قبل ما انزله في الميه، اضمن انه ما تكونش في واحده فيها ميه فيها حاجه فتفرقع معايا. بصوا انا ماسكه من ناحيتين وبحشي بصباعين دول اهو، بدخل كده كده وبحشي اهو كده وبحشي اهو، شايفين ازاي كده، وبنزل لحد ما اقابلها اهي اهي، شايفين اهو اهو، واقفل. وهنبدا بقى اوريكم اول ما بتنزل في المرق او في البوكي جارني او في الشوربه بتعمل ازاي. اهي ادي كده، ادي الممبار شايفين، هنعمل واحده كمان، نحشي شويه كمان، هوريكم تبقى الكثافه عامله ازاي عشان تبقوا عارفين حد الرز بتاعها قد ايه. ونقدر بقى بعد ما نسلقه نشيله، ما ينفعش نحتفظ بيه في الفريزر كده، هتلاقوا الرز بقى متكسر. بصوا اهي شايفين، تبقى كده خلاص. هاخدها هوديها هنا، هوري حضراتكم هتطلع شكلها عامل ازاي. بصوا بتبدا تدخل الميه من الجناب على الرز، وتقفله من الجناب ازاي، هو بيقفل على نفسه تماما خلاص تمام، ما بنحتاجش حاجه. طبعا الحجم اللي يريحكم، انا هنا اهو عامله شويه دول مسلوقين، وممكن احطهم تاني يتسخنوا لو احنا عايزين. وده اللي احنا حمرناه، انا لو عايزه اشيله هشيله مسلوق زي ما حضراتكم شايفينه كده اهو، ده مسلوق الحجم اللي يريحكم. عايزين تعملوه لحجام كبيره، الحجم صغير، ممكن نعمل كمان في اللي هو زي الممبار بوبس. كل الفكره ان انا بعد ما بحشيه بربط بالدباره، بس في بين حلقات بالدباره، فبيديني اول ما ينزل ميه يبقى زي الكور. المهم ان انا ما بفكش الدباره دي خالص الا بعد التحمير، اول ما احمره اقصها من مكان الدباره، فتلاقوا الكوره ماسكه نفسها. ده الممبار بوبس لو احنا عايزين نعمله كور صغيره زي اللي بره. هقدم بس الممبار هناك اللي احنا عاملينه اهو. طبعا لازم يبقى سخن مولع الممبار، من الحاجات اللي لازم تتقدم وهي سخنه جدا علشان يتاكل صح. هنا هنبص على الرز، بصه كمان هو بدا يتشرب، خليني بس ايه بصه كمان حط بقى عليه. بصوا جميل ازاي طعمه، طبعا هيبقى روعه ان شاء الله، يعني هتتبسطوا بيه جدا. يتشرب بس كويس حلو، ونبدا بقى نغرفه ونحط عليه الحاجات بتاعتنا. وادي الممبار، عايزين قبل ما تحطوه تشكشكوا بس كده كام شكه، مفيش مشكله بيطلع على طول. بنبدا نسيبه لما يهدى ويبرد تماما، وبعدين التحمير ده قبل الاكل مباشره، سواء حاطينه في الفريزر او لا. يبقى احنا اتفقنا ان تخزينه سواء هو كده هحطه في كيس فيه ميه واشيله في الفريزر، او ان انا اسيبه زي ما هو كده ونبدا نحمره مع بعض. هنطلع بريك ونرجع ان شاء الله بعد البريك نستكمل مع بعض.
ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. بقدمت الرز علشان تشوفوه، بصوا لونه جميل وريحته حلوة قوي، إن شاء الله يا رب ينول إعجاب حضراتكم. من وصفات الحلوة الحقيقة، يعني إيه تغيير، وبيبقى حلو قوي مرضي لكل الأذواق الحقيقة في المناسبات. طيب إحنا دلوقتي هنعمل، أنا ممكن أحمر الكام ومبراية الباقيين دول كده جنب حضراتكم، لكن عايزة أعمل معاكم، بسم الله نحطه هنا بقى كده يتوسط الحاجات الحلوة دي، وممكن هنا نرفع بقى الممبار. بصوا الممبار ما بياخدش وقت، وخلوا بالكم يطلع مي، بيطلع رز أو ينفجر لما يكون محشي كتير جدا. بصوا ياخد له شوية كده لما نيجي نتك نمسك نحس إن الرزاية اللي جوه استوت. بصوا الممبار مش بيحتاج سوى كتير، وخلوا بالكم ان هو بعد ما بيطلع من الشوربه او المرق السخن بيبقى فيه تكمله تسويه ليه، فاحنا مش محتاجين نعمل ده. انا بس هاخد كده معلقه زبده او سمن زي ما انتم عايزين، في ناس بتعمله في زيت، بحط واحده كده مع نقطه زيت عشان دايما الزيت بيخليه كريسبي اللي هو الممبار. ونحمر الكام ممبرايه اللي باقيين معانا دول كده، اهم حاجه ما يكونش فيه ميه، بسم الله عشان ما يطرطش. كده ممكن اعمل كده واحمي الدنيا قد ما اقدر يعني لحد ما الدنيا تبقى تمام. طيب هنا بقى عايزين نعمل وصفه كده لطيفه. القرع العسلي على فكره من الحاجات المفيده قوي، والحاجات كمان حلوه ومحببه، ولما بيبقى ساقع بيتقدم كصنف ساقع في الثلاجه بيبقى مرطب وحلو. فخلينا كده نعمل حاجه بالقرع العسلي، مش بس في الشتاء يعني عشان نتدفى، لكن ممكن نعمل حاجه لطيفه. انا هعمل بشاميل حلو مسكر يعني عشان احطه، تقدروا تعملوا طواجن صغيره كده وتسقع في الثلاجه تبقى كبديل لام علي ووصفات تانية صيفيه، تقدروا تعملوه كاسات ويبقى زي البودنج ويتحط في الثلاجه زي ما انتم عايزين تعملوه مهلبيه، مفيش مشكله. لكن انا حبيت ان انا اعمله مع حضراتكم النهارده. بصوا لونه رائع ازاي. القرع بنجيبه بنقطعها وبنشيل البذور، ولو انا عايزه احتفظ بجزء منه في الفريزر اذا الكميه كبيره عليا هقطعه مكعبات وهشيله في اكياس في الفريزر، وقت ما احتاج اطلعه اسلقه وقتها، لكن ما اشيلوش مسلوق. يعني بحس ان دايما لما بسبق بخطوه بيغير الطعم شويه في التسويه، يعني بيدي ريحه الفريزر للحاجه. طيب تعالوا يعني ايه نعمل بيه وصفه كده سريعه، ننزل المقادير. يلا بينا، هاخد كده ده واللبن، ناخد شويه من اللبن والبشاميل هنعمله كده بدقيق وزبده. بصوا 3 معالق كبار من الزبده و3 معالق كبار من الدقيق، وعندي لتر من اللبن اهو، وعندي ربع كوبايه من الكريمه، عندي كوبايتين ميه اذا احتجت كده. دي وصفه كده سريعه، حطوه بس ياخد لون جراتان وخلاص، شكرا اهو. وهنزل شويه من اللبن، بسم الله، معلش هشيل ده عشان اجيب الوسك التاني، مفيهاش اي مشكله، بسم الله. نعمل كده شويه بشاميل كده سريع. لما بسلق القرع بحط معاه شويه سكر ومعلقتين زبده وممكن عود قرفه لو حابين تدوله طعم حلو، غير كده ما بيحتاجش. اهو انا عايزه شويه بشاميل صغير، وهحط شويه الكريمه تدي طعم حلو للبشاميل ده، وطبعا شويه السكر، وهنقلب تقليبه حلوه هيديني بس قوام كده حلو. وهاخد بايركس اعمل فيه اهو، هاخد كده بايركس لطيف وليكن هذا. بعد ما سلقت القرع يا دوب على نار هاديه جدا، عليه رش عود قرفه، عليه ممكن معلقتين من السكر، وبوطي النار ما بضيفش ميه خالص، هو بينزل ميته لوحده اهو، بيبقى كده. لا حمرنا حلو زي ما انتوا عايزينه او اكتر كمان كده. تعالوا بقى هنا ناخد كده
هنزل شويه قرع بس، وهعمل كده، هرفع ده بس معلش بقى عشان ايه انا مش ملتفتاله كده. القرع اصفر في اورانج، لو عندكم الاثنين روعه. بصوا الجمال، لو عندكم بديل ليه بطاطا ممكن يبقى قرع وبطاطا هتبقى روعه، بس القرع بصراحه مفيد. عايزه اقول لكم القرع ده لو عايزين تعملوا منه حمام كريم، لو بتستخدموا نوع كونديشنر معين يعني، وجبتوا بس شويه من المسلوقين دول ضفتوهم على الوقت اللي هنيجي نحط الكونديشنر او البلسم ده على شعرنا، بينعم الشعر جدا. سيبوه ربع ساعه ونص ساعه وبعدين تشطفوا الشعر، روعه. انا بحبه يبقى فيه قطع كده. هنا هحط بقى كل الاورانج والاصفر مع بعض كميكس كده، وهجيب المكسرات، هحط شويه من الزبيب، وهحط شويه من السوداني ممكن، وعندي كمان رشه من جوز الهند. وتعالوا كده نقلب. بصوا البشاميل الحلو خلاص تمام، عايزين تحطوا رشه فانيليا حطوا كده. هنشيل بقى الحاجات دي وهنبدا نصب كده البشاميل الحلو. بسم الله، هيدخل تحت الشوايه ياخد شويه لون الجراتان الحلو ده. وصحة وهنا على قلب حضراتكم، او طواجن صغيره زي ما تحبوا اللي يناسب حضراتكم واللي موجود كده. هسيبه بس شويه يهدى وهدخله تحت الشوايه فقط، لان كل حاجه مستويه. هيدخل فرن متوسط حراره 180، هشغل الشوايه بس هي اكتر حاجه. ده هيتشرب كويس، بصوا من الجنب هنا عامل ازاي، شكله رائع. وهندخله ياخد اللون الجراتان الحلو، وممكن يبقى طواجن صغيره تدخل على صينيه بحمام ميه لو حابين، دي برضو فكره تانيه لو الفرن حامي اهو. تمام، هنقفل بقى وهنسيبه ياخد وقته. والنهارده احنا عملنا الرز اللي بالخلطه، اللي دايما نقول احنا ايه يعني، ساعات ناس كتير قوي تبقى ساعات يعني ما بتعرفش تظبطه قوي شويه، لكن هو بسيط زي ما حضرتك شفتوا، مفيهوش اي حاجه، لونه طالع زي ما احنا عملناه بالظبط بعد ما حرقنا السكر. الممبار عملناه وقلنا طريقه غسله ازاي، وقلنا لو احنا بنعمله من الالف للياء في البيت مهم قوي ان احنا نتلاشى حاجات معينه لو لقيناها جوه الممبار واحنا بننضفه، دي مش هينفع ناكله. وقلنا ازاي نحتفظ بيه، وقلنا ازاي بعد ما ننضفه بنقلبه 3-4 مرات لحد ما الاقي اللون جوه وبره زي بعض. اي ناحيه من ناحيتين تحشوها مش مهم، اي ناحيه فيهم بتتحشي ما يجراش اي مشكله خالص. وعملنا ورقه الكبده بالكبد والكلاوي، عملنا معاها شويه خضار كده جوليان ودخلناها الفرن، خدت تشويحه كده مع شويه دبس رمان وشويه توابل بسيطه جدا تستمتعوا بيها. وعملنا كمان القرع العسلي بطريقه لطيفه كده، ممكن يتاكل ساقع يبقى حلو قوي الحقيقه، مرطب في فصل الصيف استفيدوا منه. ممكن نسقي بميه القرع، نحط في البشاميل كمان ميه قرع، بس انا عشان الوقت هياخد مني وقت شويه عقبال ما يبدا يعني يتماسك، فحبيت ان انا اعمل المقدار بالظبط. طبعا انا بشكر حضراتكم للمتابعه، واتمنى رب الوصفات تكون نالت الاعجاب. اسمحوا لنا بقى دلوقتي نطلع لضيفتنا اللي هتنورني وشرفني في الفقره اللي جايه ان شاء الله، هي الدكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.